وحكم اللقاء التمرير بيصفر بنهاية شوط أول في مباراة اليوم في لقاء الأهلي أمام الزيسكو يونايتد. الأهلي 1 وبطل زامبيا 2. هدفين للزيسكو سجلهم النجم الكيني جسوير، وهدف للأهلي بقدم النجم المصري رامي ربيعة. شديد بشكركم، استراحة ثم نعود، فإلى اللقاء. أما الآن مع الزميل العزيز. شكرا يا زميل محمد الكواليني. إذا مشاهدينا الأعزاء، شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم فريق زيسكو الزامبي بهدفين مقابل هدف على النادي الأهلي. الأهلي يصعب المهمة على نفسه في الشوط الثاني بعد الأداء الذي أيضا كان مليء بالأخطاء الدفاعية كما تحدثنا قبل المباراة. نذكركم أولا بأهداف هذه المباراة حتى الآن وأهداف الشوط الأول. الأهداف جاءت على النحو التالي: الهدف الأول في الدقيقة الثالثة مع البداية والخطأ الدفاعي في التمركز لمدافع النادي الأهلي، استطاع اللاعب تشاما أن يحرز الهدف الأول لفريق زيسكو في المباراة، واستطاع النادي الأهلي التعادل من ضربة ثابتة من ضربة ركنية عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 30، ولم يستطع الأهلي الحفاظ حتى على التعادل. وبنفس الأخطاء الدفاعية وبنفس عدم الضغط على لاعبي فريق زيسكو، استطاع جيسي وير أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة المؤقت بعد الشوط الأول لهذه المجموعة على النحو التالي: زيسكو يونايتد في الصدارة بعشر نقاط، الوداد المغربي بسبع نقاط، أسيك ميموزا الرابع بفارق المواجهات المباشرة مع النادي الأهلي ثالث المجموعة بأربع نقاط، والأهلي بأربع نقاط في قاع الترتيب.